ولفظ الشخص هل يوصف به الله؟ هذا ورد في الحديث من باب الإخبار، ما هو من باب الأسماء. قالوا كيف نراه وهو شخص واحد؟ هذا من باب الإخبار، ما هو من باب إن الله قال لها الشخص، ليس هذا من أسماء الله. نعم، لكن هم أخبروا بأنه شخص واحد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والشخص هو الشيء الشاخص الذي المرتفع الذي ترى. نعم.